العنصر النسائي في مجال الإدارة، إدارة كرة القدم دي ما اعتدناش عليها زي ما أنا قلت. صح. وبعدين احنا عندنا في مصر، وده يعني باين جدا وظاهر قوي، ان احنا مشاكل كرة القدم كتير. أكيد. ليه دكتور دينا قررت ان هي تخوض التجربة ديت، عالم اتحاد الكرة، الكرة بشكل عام، تفاصيلها ليه؟ والله تربيتي انا، يعني انا في بيت رياضي ودخلت كليه تربيه رياضيه وكملت دراسه عليا ماجستير ودكتوراه، فبقيت في المجال خلاص. وكمان كنت بلعب باسكت وبلعب سباحه، يعني في الرياضه من زمان. وبعدين كنت رئيس مجلس اداره مركز شباب فاقوس، كنت اول ست على مستوى الجمهوريه تترأس مركز شباب 2012. وبعد كده دخلت كمان بقيت عضو منطقه الشرقيه لكره القدم، فلقيت نفسي انا في المجال وحبيته، ولقيتني بتعب فيه وبجتهد وبحقق نجاح. كان ساعتها من الفتره دي من 2012 لحد دلوقتي، يعني ما كانش قوي فيه التفات للمراه ان هي عملت حاجه او ليها كيان، يعني او عملت فعل يحط عليه سبوت ساعتها. لكن دلوقتي احنا الحمد لله عندنا رئيس بيدعم المراه في كل المجالات وسبورت ليها في كل حاجه، فالحمد لله بقينا انه سبوت دلوقتي، بقى في دعم، بقى في سند، انت رئيسك هو اللي بيدعمك، فخلاص يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا اكتر من اي وقت مضى كمان، طبعا كل يوم بتشوفي ان الكوادر النسائيه موجوده في كل المجالات، في الوزارات، في وما شاء الله كل ست يعني بتوكل ليها مسؤوليه بتبقى قدها. يعني ما نشوفناش ستات صح، مفيش دلع، فشل في حاجه او خانت امانه او او مشاكلهم قليله جدا. دايما بياخدوا العمل بمحبه وباجتهاد وبيشتغلوا عليه عشان يطلعوا احسن صوره ليه. انا مش مستغربه فكره ان انت كنت رئيس نادي، بس اللي مستغرباه اكتر ان انت كنت رئيسه نادي في مركز في مدينة الزقازيق نفسها. يعني دايما الفكرة ديت، وعشان واحدة ست فمش متقبلة قوي. يعني مش بتكلم، أنا مش بتكلم عن مدينة الزقازيق، ده بتكلم عن مركز فاقوس ومركز أبو كبير. ويعني عارفة شرقوية يعني ولا إيه؟ لا أنا هقول لك بعد كده، هقول لك مين حد قريبنا يعني. فده مش متعرف عليه قوي، صح؟ وبعدين فكرة ان انا عندي مثلا النهاردة رئيسة فيتا كلاب ديت اللي احنا كنا بنلعبها، رئيستهم واحدة ست، وكانت داخلة الموضوع تحدي جدا. مش مستغربة ده، بس فكرة ان انت في مركز، الناس كانت بتتعامل معاك ازاي؟ يعني كانت الفكرة ديت ازاي مستساغة بالنسبة كان في الاول في اللي هو ست هي رئيس مجلس الادارة وكل اعضاء المجلس رجالة، وكان معايا عضو نسائي ساعتها برضو. كان الاول في الموضوع كده في لكن واحده في واحده في شغلك بتبقي عايزه ادام عندك حلم وعايزه تحققيه وهدف، فانت بتسعيله، فطبيعي ان انت بتقابلي مشاكل، بتواجهي عقبات، بتواجهي اي حاجه بتبقى قدامك بتحاولي ان انت تعديها عشان تكملي وتنجحي. فده اللي حصل في الفتره دي، وكانت فتره اتعلمت فيها كتير على فكره. انت كل يوم بتشتغلي في العمل العام بتكتسبي خبرات، كل يوم خبرتك بتزيد عن اليوم اللي قبله. يعني انا يمكن كنت رئيس مجلس اداره وانا مثلا حاجه 20 سنه حبيبتي. هقول لك دلوقتي انت عندك كام سنه؟ اقول لك انا؟ لا لا لا، اقول لك انا؟ اقول لك لا 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 38 في شهر 8 ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. فتقريبا عمري نص عمري في العمل العام اهوت الرياضي، يعني الرياضي. دخلت بقى منطقه الشرقيه واشتغلت بقى على ملف الكره النسائيه، فين البنات من كره القدم، ومع ان عندنا بنات بتهتم بالنشاط وعندنا وعندنا وعندنا. فكنت حبيت بقى اشتغل على الملف ده، وعملت ليه بقى شغل كبير في الشرقيه، سمع جدا جدا ساعتها. وعملت دوري اكاديميات كبير جدا، ما كانش فيه الانديه ففيهاش كره نسائيه. عملت دوري؟ دوري اكاديميات. دوري اكاديميات للبنات على مستوى محافظه الشرقيه. قعدت مع المدربين وقلت لهم الفكره بتاعتي، واحنا عايزين نساعد في نشر الكره النسائيه. رحبوا بيها جدا، قالوا ان عندنا بنات فعلا بتلعب ناشئات وحابين المجال وبيتمرنوا مع الولاد كمان وادائهم كويس، بنات عندهم مهارات عاليه. فقلنا طب كويس قوي، طب ليه ما نشتغلش على الفكره دي ونطورها ونساعد في نشر اللعبه اللي هي اصلا محققه نجاحات بره مصر كبيره جدا. يعني بس مش